السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على قضية الفريق الوطني والاختيار تاع الملعب اللي يلعب فيه، سواء المغرب في المغرب ولا في مصر ولا في أي بلد آخر. أولا حبيت نأكد على حاجة مهمة جدا، وهي أنه كاين هناك مؤامرة ضد الفريق الوطني تحكى من طرف المغرب، وراءها إسرائيل، والقصد نتاعها هو منع الفريق الوطني من الوصول إلى كأس العالم. هذه هي المؤامرة، وكلنا لاحظ مثلا اثناء مقابله اللي جرات في مراكش مع بوركينا فاسو، ان الفريق الوطني في الشوط الثاني كان فريق اخر. اللعب ديالو تغير كامل، ضيع كاع التركيز، سلكنا بشعره بالخساره. ربي ما حبش الخساره، والله العظيم يا في الشوط الثاني نتاع الفريق الوطني مع بوركينا فاسو في مراكش، والله غير ربي اللي ما حبش الخساره، ما لعبش ولا فرصه واحده. بعد ما كان في الشوط الاول مسيطر على المقابله طول وعرض، صار امر غير رياضي بين الشوطين. هذه هي المؤامرة، دليل على المؤامرة. صرا شيء غير رياضي ما بين الشوط الأول والشوط الثاني نتاع المقابلة مع بوركينا فاسو في مراكش. وحنا نعرفوا بلي كاين في العالم كاين مواد كيميائية تشربها تضيع لا كونسونطراسيون، تي بير لا كونسونطراسيون. C'est des produits qui agissent sur au niveau lymphatique, au niveau du cerveau. Tu perds complètement la concentration. Ou avec les produits chimiques, ils réduisent la concentration pour une heure, ou là pour une journée, ou là une année, pour deux ans. Mais ils réduisent la concentration pour de bon. Tu lui demandes la concentration. باش تكونسونطري ما تقدرش تلعب بالونس، هاي ما تجيب بلي جوي وبول تي بو بلي جوي وفوتبول، يولي البالون يضيع لك بين رجليك تي بو يقاص. وهذه صرات البنزيما في السنوات الاولى كي بدا يلعب مع ريال مدريد، صرات له مرحله وين كان يضيع البالون بزاف. مش با لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش، انا كنت نتبع كره القدم بزاف، ومن العام مراطيش كيلعب الريال مراطيش الماتش مراطيش سو كل سوا الكونتيست بريتيست مراطيش الماتش كيلعب الريال نشوف الماتش فوق السجره نشوفه. اذن مر على مرحله، نهار جا من بنزيما، نهار جا من ليون، انا ديجا كنت نتبعو بنزيما كي كان يلعب في ليون قبل ما يروح يلعب في ريال مدريد، كان واحد كان يماركي دي بيت مي ماركيهم حتى جوار في العالم، زاوية مغلقة يماركي لك بيت، باسكو لي تير ديالو إلي تي بريسيز، عنده واحد لا بريسيزيون في لي تير انكرويابل. وكانت عنده في ليون كان يلعب ليون، ربحوا 4 ولا 5 فوا لعبوا ربحوا الشامبيون دو فرانس في وقت بنزيما ليون جامي ما سيطرت على الكره في فرنسا كما كانت في المرحله اللي كان زيد بنزيما يلعب فيها. ربحوا خطرات متتاليه بطوله فرنسا في وقت بنزيما،
كان يدير لي باس ديالو سيتي دي باس ماشي بالمليمتر بالميكرون مليمتريه لي باس ديالو لي باس تاع بنزيما كانت عنده واحد لا كونسونطراسيون ما كانت حتى جوا في العالم كان عنده لا كونسونطراسيون تاع بنزيما كان يختار كيما يحب نقولها بكل صراحه يختار كيما يحب البلاصه اللي ماركي فيها يحب يماركي ا غوش يماركي ا دروات يماركي في الكورنر في لونغل الفوقاني التحتاني من تحت من الفوق في يدير تيبون الا في واحد لا بريسيزون انكرويابل بنزيما افون دي بارتي دالي ريال مدريد راح ريال مدريد لعب يوناني وقيله ولا صرا له مشكل ولا البالون يتلف له برجليه ولا يضيع الكرات كثيره جدا ضيع اهداف كان يضيع اهداف انا نماركيها ماني نجيب ماني تلعب تماركي في بلاصته بعد بون قعدت هذيك المرحله هذيك مرحله تاع عام عامين او ثلاث سنوات لا اتذكر بعد عاود ولا استرجع المستوى تاع التركيز ديالو لكن الامر غير طبيعي هذاك الضياع نتاع التركيز نتاعو غير طبيعي كانت كاينه محاوله لابعاده من ريال مدريد كانت محاولة لإبعاده من ريال مدريد واش صرا لهم بعد فلافير بيت فال بلبوينا هذاك مع فرنسا والمؤامرة في نفس السياق كما حاولوا المحاولة الأولى زادوا حاولوا داروا له قضية تاع مع فالبوينا مشاكل أخرى وحاسبوه وعاقبوه من الفريق الوطني وكذا في نفس السياق والمؤامرة ضد بنزيما هي تأتي من نفس المنبع أعداء بنزيما حوسوا في أعداء بنزيما تعرف تلقاو المنبع شكون اللي ما يحبوش بنزيما ودوك كي نولوا القضية تاع الفريق الوطني الواضح هو كان مؤامرة تحاك ضد الفريق الوطني لمنعه من وصول إلى كأس العالم وكذلك لمنعه من تحطيم الرقم القياسي في عدد المقابلات بدون خسارة كان مؤامرة بطرق غير رياضية طرق غير رياضية وهذه المؤامرة ما زالها صايرة إلى يومنا هذا واللي يزيد يأكد على أن هناك مؤامرة هو تعنت الفيدرالية تاع كرة القدم تاع جيبوتي للعب في المروك ينسيستي باش يلعبوا في المروك ورغم أنه الوزير الخارجيه الجزائري تدخل يعني طلبت الامر القاضيه المقابله في المره الاولى لعبنا راح معليش رحنا للمروك ما كناش على بالنا بالمؤامره كانت النيه رحنا لعبنا بنيتنا ظهر باللي كاين عامل في الخفاء عامل دون رياضي عامل غير رياضي في الخفاء اذن احنا بالماضي قال لك انا ما نلعبش في المروك واللاعبين يحسوا حسوا بانه صرا شيء في الشوط الثاني نتاع مقابله الجزائر مع بوركينا فاسو اذن كان فيه تدخل على المستوى السياسي تدخلت وزاره الشؤون الخارجيه الجزائري وزير الخارجيه لدى وزير خارجيه في جيبوتي بهدف تغيير الملعب نتاع المقابلة إلى بلد آخر رغم اتفاق الوزراء الخارجية تاع الجزائر وجيبوتي على نقل مقابلة كرة القدم من مراكش إلى ملعب آخر وكان ذلك في مصر
كان يقول ممكن يكون في الكونغو ولا في نيجيريا ولا في أي دولة، إياهم كان الجزائر تقبلهم، كش مشكل. رغم كل ذلك، رغم اتفاقية على المستوى السياسي، تشوف تجيك الفيدرالية تاع كرة القدم تاع جيبوتي تتعنت وتنسيستي باش تعاود ترجع المقابلة إلى مراكش. واش عندها فايدة هذه جيبوتي باش تلعب مقابلة في مراكش؟ راح يربحونا في مراكش، زعما عندهم هدف باش يروحوا يتأهلوا لكأس العالم. قال لك باطل، نسكنوا باطل وناكلوا باطل. فضحوا ثم اللي فضحوا نفوسهم. اذا فيه عملية اغراء، دي بو دو فان، اون ابل سا ان فرونسي دي بو دو فان، عملية اغراء للفيدرالية واللاعبين تاع كرة القدم تاع جيبوتي باش ياخذوا اموال لهذيك اللي انسيستو باش يلعبوا كرة القدم في مراكش. وهنا بيت القاصد المروك، واش من الفايدة، أي فايدة عندهم كي يجيبوا جيبوتي ويجيبوا بوركينا فاسو ويلعبوا في بلادهم وياكلوا ويشربوا باطل؟ واش من الفايدة عندهم المروك؟ ما عندهم حتى فايدة، ما عندهم حتى فايدة. الفايدة الوحيدة هي أنه الجزائر تخسر، هذه هي الفايدة تاعها. إذن لازم يكون فيها تحقيق. والآن في دراية كرة القدم نتاع إفريقيا ولا فيفا كذلك، بعد ما شافوا تعنت نتاع التعنت نتاع الفيدرالية نتاع جيبوتي باش تلعب في المغرب، رغم القرار السياسي نتاع الوزارة تاع جيبوتي، فهموا بأنه فيه عملية إغراء قام بها المغرب تجاه جيبوتي، وبالتأكيد يكون تجاه كرة بوركينا فاسو. وهنا لازم تكون فيها تحقيق مع المغرب ومع جيبوتي ومع بوركينا فاسو على عملية رشاوي. هذا هو، هذه القصيدة تنتهي هنا. هذا أمر مفروغ منه. والآن الشيء المطالب به هو أن يكون فيه تحقيق مع الفيدرالية تاع جيبوتي، فيدرالية كرة القدم تاع جيبوتي، والفيدرالية كرة القدم تاع بوركينا فاسو، والفيدرالية تاع كرة القدم تاع المغرب. لازم يكون فيها تحقيق باش نعرفوا ملابسات نتاع العملية هذه تاع الإغراء، تاع الإغراء. سي دي بو دفان، سي دي بو فان، هذه رشوة، هذه رشوة. لأنه أنت تجيب فريق ما عندك حتى فايدة معاه، ما عندك حتى فايدة معاه. جيبوتي المروك واش من فايدة عندهم مع جيبوتي؟ يعني ما انت فايدة مروك مع جيبوتي، جيبوا فريق يوكلوه يشربوه ويعطيوا له لي كادو. وكذلك داروا نفس الشيء مع بوركينا فاسو. ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ لو كانت عملية تجارية، قال احنا جبنا المقابلة، قبلنا المقابلة استقبال فريق الوطني الجزائري وفريق بوركينا فاسو، استقبلنا في برا في مراكش لأسباب تجارية باش لي زوتيل يمشي وباش ندخلوا مداخيل، عملية تجارية محضة، أمر عادي. أما
أن تستقبل وتسكت وتنتظر في الخفاء حتى يأتيك القرار باستقبال الفريق الوطني. واستقبال الفرق الأخرى وأنت تنتظر لا تقول شيء، يعني الفيدرالية المغربية لم تتكلم، هذا يسموه بياج، يسموه ان جيت ابانس، إذا جيت ابانس سيت ان بياج. لكن الحمد لله تفطن الفريق الوطني بالماضي، تفطن البياج هذا وكان فيه تدخل على المستوى السياسي باش تحل المشكلة. يسمى حتى ولو يعني وش منحهم بوركينا فاسو باش يقترحوا يلعبوا، روحوا يلعبوا في إسرائيل، يقترحوا إسرائيل. هم عارفين بلي احنا كاين عداوه سياسيه ما بين الجزائر واسرائيل، وكاين مشاكل سياسيه، اذا يقترحوا يخلوا مئات الدول يروحوا يقترحوا اسرائيل، قال احنا نروحوا نلعبوا في اسرائيل. اذا الحمد لله انه كان فيه تفطن للفيدرالية الجزائرية، قرروا عدم اللعب في المروك، وكان فيه تدخل سياسي على مستوى السياسي من طرف وزير الخارجية، واقترحت مصر، و جيبوتي تروح تلعب في مصر مقابلة شكلية يعني بالنسبة لجيبوتي. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله اللي فيها الخير يجيبه. والسلام عليكم.